بعد 15 سنة من حكم قيصر تيباروس، بيلاطس كان حاكم على منطقة يودا، هيرودس كان حاكم على منطقة الجليل، حنان وقيافة كانوا من أكبر علماء الدين. الله نزل الوحي على يحيى بن زكريا بالصحراء وراح على المناطق القريبة من نهر الأردن يدعو الناس ويغطسهم بالمي شهادة على توبتهم. توبوا عن الشر، اتغطسوا بالمي حتى الله يغفر لكم. اللي راح أقوله مكتوب بكتاب النبي أشعيا: صوت ما ينادي في الصحراء، حضروا الطريق المولاكم، اجعلوا الصراط مستقيم، كل وادي لازم يمتلي وكل جبل وتل ينخفض. الطرق الملتوية لازم تصير عدلة، والوعرة لازم تصير سهلة، وكل الناس راح يشوفون نجاة الله. زين هسه شو نسوي؟ قول لنا شو تريد من عندنا؟ اسمعوا زين وافتهموا. واحنا شو لازم نسوي؟ قول لنا بيا طريق نمشي. كل من عنده ثوبين لازم ينطي واحد للما عنده، مثل هذا. بالنسبة للأكل تسوون نفس الشيء. يا سيدي، احنا نجمع الجزية، فش نسوي؟ لا تاخذون من الناس اي زيادة. واحنا الجنود شو نسوي؟ انتو لازم ما تاخذون حق الناس بالقوة، والناس لا تتهموهم بالزور. واجركم ارضوا بي. صدق، قل لنا انت المسيح؟ اني بالمي اغطسكم، بس راح يجيكم واحد مكانه هو اقدر واعظم، واني ما استحق احل رباط حذاءه. هو راح يطهركم بروح الله، وراح يفصل بين القمح والتبن. القمح ياخذ وياه للمخزن، والتبن يحرق بالنار. ونزل روح الله على عيسى بشكل حمام. ونسمع صوت من السماء يقول: أنت ولي الحبيب اللي آني رضيت عنه. ولما بدا عيسى رسالته كان عمره 30 سنة تقريبا. لما رجع من نهر الأردن كان مليان من روح الله اللي قاده للصحراء، وهناك إبليس امتحنه مدة 40 يوم، وطول هاي المدة ما أكل شيء، ومن انتهت جاع. فقال إبليس: إذا أنت مسيح الله وأمر هذه الحجارة تصير خبز. قول التوراة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكلام الله. وصعد إبليس على مكان عالي وراوامة مالك العالم كلها بطرفة عين. رح انطيك سلطان ومجد كل هاي الممالك، لأن هي مالتي واني انطيها للي أريده. فإذا سجدت إلي راح تصير كلها إلك.
الكتاب يقول لا تسجد لغير الله ولا تعبد إله غيره. بعدين أخذ إبليس للقدس ووقف على شرفة بيت الله. إذا أنت صدق مسيح الله ذب نفسك من فوق لي جوا، لأن الكتاب يقول أنه الله موصي ملائكته حتى يحفظوك، وعلى أيديهم راح يشيلوك حتى رجلك ما تطخ بحجر. حسب ما قيل لا تختبر الله في أي شيء.